أو الاستعانة بحكام أجانب دون إلزامهم بالعدد المعلن مؤخرا. ومن الجانب الآخر، كان رئيس نادي الشعلة قد أبدأ استئياءه من الحكم فهد المرداسي عندما قال: بعد التعادل أحس أنها صار دكة الاحتياط حقت الاتحاد هي اللي صارت تتحكم. المباراة الجاية إن شاء الله أنا أبنزل أصير أنا رئيس زي ما يصيرون هم، أنا بنزل أصير رئيس وبصير أنا بأمسك الصافرة. المباراة الجاية أنا الحكم إن شاء الله. لهالدرجة يعني هم اللي فاول يتكلمون يصيرون أربع خمسة على الخط؟ لا، ما يصير كذا. ويبقى السؤال: هل سيتغير حال قضاة الملاعب أم سيستمر القاضي بالظلم إلى أن يودع المستطيل الأخضر كغيره من الحكام؟ راح أختار غيرك أنت مكفي، والله ودانتك مو قصدي تهديم. راح أختار غيرك أنت مكفي، والله ودانتك مو قصدي تهديم. مليت من الجروح كل ما جيلك تروح، مليت من الجروح كل ما جيلك تروح، مليت من الجروح كل ما جيلك تروح، مليت من الجروح كل ما جيلك تروح. مخمخين الشباب على التقرير هذا، شكرا للزملاء، شكرا لأحمد حسن الذي أخرج هذا التقرير، وصالح المرشد ومصعب السعيد. أذهب إليك الخبير الرياضي طارق كيال، إيش الحل؟ جميل أن الأندية تدافع عن حقوقها، لكن اللجنة هي تعاقب من يخطئ وتوقف من يخطئ، لكن ما هو المطلوب من اللجنة؟ الحل لا يمكن يصير عند الحكم مميز إلا إذا لعب كرة قدم. عند الحكام مصنوعين صناعة، والصناعة عادة يحفظ القانون ويطبق القانون جامد. القانون جامد، يجب أن يكون هناك الحكم يلمس روح القانون، يتعامل مع القانون بشعور كلاعب، يفهم اللعبة قبل ما تحصل ويأخذ قرار الصحيح قبل ما تحصل اللعبة، لأنه كان ممارس. للأسف فقدت الثقة بين الوسط الرياضي وبين التحكيم، مع أنه التحكيم لا نشك في أمانتهم ولا نشك في نزاهتهم، ولكن اللي نحن نبغى نحاسب التحكيم عليه المكابرة والرد إنهم على صح أو على حق. عمر المهنة يطلع يدافع على التحكيم، وهذا لم يرضي الوسط الرياضي. أنت لا تدافع على الخطأ بخطأ، دافع إذا كان هناك خطأ قل نعم هناك خطأ وتم حساب على الخطأ هذا ومعالجة الخطأ، حتى لا يؤجج الوسط الرياضي ضد التحكيم. للأسف الوسط الرياضي أجج ضد التحكيم بسبب المعاندة في عدم الاعتراف بالأخطاء الكوارثية التي بتحصل من بعض الحكام. أنا عشان نعيد التحكيم إلى مساره، الآن نحن ما هو علاج أنك تجيب حكم أجنبي، الحكم الأجنبي يمكن بيخطئ أكثر من الحكم السعودي، ولكن ليس هناك تأجيج على الحكم الأجنبي. ما في تأجيج بسبب إنه الحكم الأجنبي بيلعب بيحكم المباراة وبيسافر وتنتهي القضية، لكن الحكم السعودي يكون متواجد والإعلام يكون شغال، والأصغر البرامج الرياضية للأسف بتطلع الأخطاء. من المسؤول عن هذا التأجيج؟ المميزات اللي بيأديها الحكم داخل الملعب، المسؤول على هذا التأجيج إنه نحن مكابرين في لجنة التحكيم بالاعتراف بأن الحكام أخطأوا أو الحكام غير مؤهلين إنهم التأهيل المناسب إنه يديروا مباراة تنافسية أو بناء تحت الضغوط. الحكم الآن أصبح أكثر من اللاعب تحت الضغوط، والضغوط بتأثر على اتخاذ القرارات، يا إنه تردده في اتخاذ القرار يا إنه بيحسب حساب أو تأخذ هذا القرار إيش حتكون نتائج ردة الفعل في الوسط الإعلامي أو الرياضي. طيب دكتور، يعني أستاذ طارق تكلم عن مكابرة، تكلم عن لابد للحكم أن يكون ممارس أو ممارس لكرة القدم. التأجيج الإعلامي أو لجنة الحكام، هل تشارك في الضغط الإعلامي على الحكم الاجتماعات الشهرية التي تحدث أمام مرأى الإعلاميين؟
شوف فبدر، أنا أقول القرار اللي اتخذ في الفترة الأخيرة بزيادة عدد أطقم الحكام الأجنبية لخمسة أعتقد أنها خطوة إلى الوراء. إلى الوراء؟ نعم، خطوة الوراء للتحكيم السعودي، لأنك أنت إذا تبغى تصنع حكم سعودي يجب أنك تضعه في المباريات القوية والحاسمة. الناس الآن يقولون أن التحكيم الموسم هذا يعني بدأ سيء، وأنا أقول بالعكس. لحظة دكتور، لا أنا بخلي في ورش عمل وفي معسكرات طيب خلي وعطيته مباريات مهمة. خلينا أقول لك بدر، الآن أنت خلينا نقيم التحكيم في بداية من بداية الموسم حتى الآن. طيب أنا شخصيا أرى أن الحكم الآن حتى الآن الأمور ماشية ممتاز مع الحكام، يمكن في خطأ واحد هو اللي يمكن الواحد يقول أن هذا يفترض أن الحكم اتخذ فيه قرار، اللي هو لعبة عبد الله الزوري مع اللاعب النادي الأهلي، ولكن أعتقد يمكن الحكم أيضا أخذها مبدأ أن ظروف المباراة والتنافسية، بالتالي يمكن غض الطرف عن هذه، ولكن أنا أعتقد في المجمل من بدأنا حتى الآن التحكيم ممتاز جدا. أبدا ممتاز؟ نعم أنا شخصيا مقتنع أن التحكيم حتى الآن ممتاز، ولكن خليني أقول لك حاجة، اللي الآن الجدل اللي صاير لأن الناس أو الرؤساء الأندية فهموا اللعبة حقة العام الماضي، الضغط على الحكام طيب الضغط على الحكام كيف لحظة يا بدر بس طيب. خلي الضغط على الحكام العام الماضي أدى إلى ارتكابهم اخطاء كبيره جدا لصالح بعض. من اللي ضغط عليهم دكتور؟ ضغط عليهم الاعلام وضغط عليهم اللجنه. ما ضغطت؟ لا لا اللجنه ابدا، اللجنه ضغط عليها. اذا نفس اللجنه ضغط عليها، خلينا اقول لك دكتور، اللجنه للاسف ضغط عليها ولكنها لم تتحمل الضغوط. هذه هي هذه يمكن هذه النقطة. طيب خلينا نتحاور انا يعني ما انت بتقنعني ان ما في اخطاء للحكام فادحة؟ ما هي بأخطاء لا في الموسم هذا، لا في الموسم هذا انا ما اتكلم عن الموسم هذا، خلينا نتكلم لان الموسم الماضي راح بخيره وشره، فانا اقول الموسم هذا انا اعتقد التحكيم حتى الان ناجح بدرجة ليست امتياز ولكنه جيد جدا. يمكن أن أقول لك في بعض الأخطاء التقديرية اللي يفترض أن الحكم يأخذ فيها قرار، وأنا ضربتك مثال عليها اللي هو الواقعة الزوري عبد الله الزوري، وأنا متأكد أن اللاعب هذا بالذات لا يقصد أنه يؤذي اللاعب. أنا أعرف عبد الله الزوري ومتابع عبد الله الزوري من فترة طويلة جدا، لاعب على خلق، لاعب على لعب الكرة وليس للخشونة، لكن قد تكون يعني اللعبة المشتركة هذه يعني جاءت بهذه التقرير اللي شفناه ما كان على لقطة معينة. احنا بدر ما شفنا شيء، انا ما شفت شيء بدر، انا تابع الدوري من بداية الموسم ما شفت شيء، يعني اثير جدل مثل على حكم مباراة السوبر، انا لم ارى في مباراة السوبر ما يستحق هذا الضغط الكبير واصدار بيانات مثل الان اللي صدر الان بيان النادي الاهلي. بيان النادي الاهلي صدر علشان يمكن واقعة الزوري لوحدها فقط. انا اتفق ان الخطأ الحكم في هذه الواقعة. انت ترى ان التحكيم ممتاز وغيرك يرى فعلا ان التحكيم ممتاز. نعم. لكن هناك من يرى ان التحكيم لم يكن ممتازا. لا لا شوف يعني. شوف يا يراها الذي لا يرى التحكيم ممتاز هم المتعصبين، هم المتعصبين في الوسط الرياضي واصحاب المصالح، هم اللي الان يضغطون على الحكام حتى يستطيع ان يحصل على اخطاء في صالح ناديه. ولكني أنا شخصيا أرى أن الحكم السعودي من بداية الموسم حتى الآن أنا أعتقد أنه ماشي بصورة طيبة، ولذلك أنا قلت لك أنها خطوة للخلف. ليه الآن أنت شايف الحكم ماشي كويس، ليه تقول الآن جيبوا خمسة حكام؟ الآن انتقلنا إلى مرحلة أخرى بدر، أيضا الاتحاد السعودي لكرة القدم. لا بس بدر انتقلنا إلى مرحلة أخرى، الآن صاروا بعد الآن يطلبون من فرق أخرى أنهم يجيبوا الحكام على حسابهم. طيب يعني صارت صراحة الآن لابد من إيقاف. عموما الجولة الرابعة لابد من إيقاف مثل هذا الهزل اللي قاعد يصير. طيب الجولة الرابعة ستكون كاملة الدسم للسعوديين. أيضا زميلنا محمد الخثعمي الذي تواجد اليوم في تدريبات الشعلة تحدث مع أحد مسؤولي النادي عن مع نائب الرئيس الأستاذ عبد الله الفواز عن استقطاب الشعلة لحكام أجانب في مباراتهم أمام النصر. الحكام والاتحاد السعودي أصدر قرار اللي يجيز لكل نادي أنه يجذب خمسة حكام أجانب لكل مباراة هو يرغب فيها، وأنا من ولا هو تقليل في لجنة الحكام ولا في أفراد الحكام ولا في الطاقم الحكام السعودي، لكن إحنا كإدارة رأينا أن نجرب ونشوف الحكم الأجنبي في مباراة النصر بعد القادمة إن شاء الله، هل هناك لراحة الحكم ضغوط؟ إحنا الحكام عندنا الحين صار فيه ضغوط إعلامية، ضغوط جماهيرية، ضغوط من رؤساء الأندية، وضغوط ولو تقليل في الحكم السعودي، بالعكس الحكم السعودي يرفع رأسه في جميع المحافل اللي يديها، لكن إحنا نحاول نقلل الضغوط على الحكم السعودي. كيف أستاذ عبد الله هو الخطاب موجه من نادي النصر لكم والتكلفة على نادي النصر صحيح؟ لجلب الحكام. أي خطاب تقول الخطاب اللي جاء من نادي النصر؟ نادي النصر هو قال إذا كان عندكم الإمكانية أنكم إذا كان الخطاب يقول إذا كان في إنكم تجيبون حكام إحنا لا إحنا كإدارة إحنا اللي تكفلنا بالحكام، إحنا اللي تكفلنا بالحكام لرفع الضغط على الحكام السعوديين. الضغط
صبرتوا بعد الخطاب و احنا متكفلين بالمصاريف، احنا كنادي الشعلة احنا متكفلين بالمصاريف. طيب اذا ان شاء الله مباراة الشعلة مع النصر ستكون بطاقم حكام اجانب. في اخبار المنتخب السعودي، المعسكر في لندن استعدادا لمباراة استراليا. واصل المنتخب السعودي الاول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته على مجمع بيشام التدريبي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الاعدادي للمنتخب الوطني استعدادا لكأس الخليج وكأس امم اسيا في استراليا. وشارك لاعبي المنتخب عبد الله المعيوف وعمر هوساوي في التدريبات الجماعية بعد جاهزيتهما عقب الإصابة التي تعرضا لها. من جهة أخرى يكتفي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غد بمناورة تكتيكية من 80 دقيقة أمام فريق فولهام الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة على ملعب نادي فولهام التدريبي. أنتقل إلى فاصل وأعود للجزء الأخير من الملعب. أهلا بكم في الجزء الأخير من برنامج الملعب برفقة ضيفي هذه الحلقة الإعلام الرياضي الدكتور فهد القريني ومباشرة من جدة الخبير الرياضي طارق كيال. اليوم وصل لاعب الأهلي أمير كردي إلى جدة برفقة مدير الاحتراف في النادي الأهلي ومحاميه فهد برباع. سمير الصوفي كان في المطار. زميلنا سمير الصوفي التقى مدير الاحتراف في المطار فهد برباع وتحدث حول أمير كردي. فهد برباع مسؤول احتراف النادي الأهلي، بداية حدثنا كيف سارت مفاوضات اللاعب أمير كردي؟ عندما اكتشف النادي الاهلي ان هناك لاعب سعودي يلعب في الدوري اليوناني وفي مركز يحتاج اليه النادي الاهلي لانه لدينا لاعب واحد في هذا المركز، فبدأنا في المفاوضات مع اللاعب. ساعدنا كثير والد اللاعب في جلب المستندات واثبات ان اللاعب سعودي الجنسيه، والحمد لله استغرقت المعامله من ناحيه اثبات الجنسيه واصدار البطاقه. اللاعب سعودي لا يحتاج اي معامله، فقط الان اللاعب مسجل في كرت العائله مع والده، يحتاج انفصاله من كرت العائله واصدار هويه وطنيه منفصله ومن ثم تسجيله في الاتحاد السعودي. فيصل، من اوصى بالتعاقد مع اللاعب؟ بصراحه يعني انا كمدير احتراف جاني تعميد من الامير فهد بن خالد بالبدايه المفاوضات مع اللاعب. كانت في متابعه من قبل الاداره للاعب من قبل؟
قبل إدارة النادي ومدرب الفريق للاعب؟ عندما علمنا باللاعب تم إبلاغ المدرب باسم اللاعب، المدرب شاهد اللاعب وأوصى بالتفاوض معه والتعاقد معه. اللاعب متى سوف يشارك كأول مشاركة رسمية؟ بداية من يوم الأحد سنبدأ في إجراءات إصدار البطاقة الهوية للاعب، وبإذن الله حينما يتم إصدارها وتسجيله في الاتحاد السعودي سيكون لاعبا أهلاوي. أخيرا تفاصيل العقد فهد، قيمة العقد للاعب كم هي؟ لا أستطيع التحدث في قيمة العقد. هذه داخل أروقة النادي. داخل أروقة النادي، ولكن في الأساس هو لاعب سعودي، واللاعب السعودي لديه حد أعلى 2,400,000 ريال ما حد يقدر يتعداها، فهو في هذه الحدود. أخيرا المدرب لديه علم بمستوى اللاعب عن كثب؟ المدرب شاهد عديد مباريات اللاعب. أيضا فهد برباع تحدث لي سمير الصوفي عن محترفي الفريق الأهلاوي. فهد، طبعا الجمهور الأهلاوي يطالب بتغيير نوعا ما من المحترفين، هل في إعادة لبرونو أو إيريك كما هو موجود في ضمن الأسماء؟ طبعا بعض الجماهير يعني يوصي بالتعاقد مع اللاعبين من قبل الإدارة، وللعلم الموضوع قرار فني بحت، هو مدرب الفريق. بقي شهر كامل على نهاية فترة التسجيل للمحترفين، إذا أوصى المدرب التعاقد ما أعتقد أن المسيرين النادي الأهلي سيلبون طلبه. أخيرا برونو سويزار سيعود أم لا؟ برونو سويزار سيعود حتما في ديسمبر، هذا بموجب العقد الإعارة اللي بيننا وبين بالميراس. أما الآن فالقرار قرار بالمراس اولا، ومن ثم قرار مدرب الاهلي. ايريك متواجد من ضمن الاسماء المطروحه في النادي؟ ايريك ما زال لاعب اهلاوي، لديه تاهيل الان، سيعود بعد شهر محمد صور، ولكن تسجيله لن يتم الا في خلال الفتره الشتويه. الخبير الرياضي طارق كيال، كيف يمكن أن يكون كردي مع النادي الأهلي؟ والله حسب ما سمعت عنه أنه لاعب جيد، لاعب صغير بيأدي أدوار كويسة هجومية في خانة الباك رايت الظهير اليمين، ولكن ما نقدر نحكم عليه لأنه دائما الظروف أو الحكي على اللاعب غير لما يكون في ما تشوفه على الطبيعة، فأنا ما شفته على الطبيعة فما هقدر أعطيك تقييم له إلا لما نشوفه على الطبيعة. بس حسب ما سمعت إنه لاعب كويس، وإن شاء الله يكون على قد الطموح اللي نحن أو الأهلي جابه، على أساس إن هناك في منطقة القناة اليمين لا يوجد للنادي الأهلي إلا لاعب واحد وهو سعيد المولد بعد انتهاء إعارة الزبيدي. فأتمنى للاعب وللأهلي التوفيق فيه إن شاء الله. طيب، بخبرة لاعب كرة قدم سابق، بخبرة فنية، هل الأهلي بحاجة في الفترة القادمة إلى سيزار، برونو سيزار؟ الأهلي بحاجة إلى صانع لعب، من يكون بس يكون صانع لعب مميز، لأنه الأهلي الآن فريق يعتبر فريق جيد، ولكن بيعتمد على أخطاء الفرق الأخرى. أنا أحتاج إلى صناعة لعب، أنه أنا شاهد الأهلي لما يصنع الهجمة ويصنع الهدف أتطمن أنه يقدر يمشي المباراة كما يريد، ولكن هذه الأهلي هيعاني كثير من الفرق اللي هتلعب متكتلة دفاعيا إذا لا يوجد لديه صانع لعب، على أساس أنه بيستفيد من بعض الكرات، قد تكون كرة ثابتة أو قد تكون كرة واضعة للمهاجم بطريقة أنه بسهولة التسجيل. إنما اللي بشاهده الآن في فريق النادي الأهلي بيلعب الكرات العرضية وبيلعب على مجهودات اللاعبين فقط، ولا يوجد صناعة للهدف. طيب، نادي التعاون وقع عقد رعاية مؤخرا، زميلنا خضر البراق حضر هذه الاتفاقية.
وحضر تدريبات نادي التعاون اليوم، والتقى المدرب المؤقت لنادي التعاون إياس عراب. أنا هنا في مع نادي التعاون بطلب أولا من الإدارة وكذلك خاصة من توفيق الوابح، لأن الفريق كما تعرفون أنه فريق بقى معاه تقريبا موسم ونصف، ما حبش يترك الفريق في هذه اللحظة صعبة، خاصة وأن الفريق مقبل على مقابلة جوارية ديربي عندها الخصوصية تاعها، اللاعبين كانوا محبطين، الإدارة اتخذت قرار تاع تغيير طاقم. هذه هي الامور، هذه هي كرة القدم. احنا في هذه المرحلة نحاولوا فقط خاصة اللاعبين نعاودوا نرجعوا لهم الثقة، لانهم الثقة تاعهم مهزوزة نوعا ما. المقابلة على الابواب، حتى المدرب الجديد ما عندهوش يدير في هذه الثلاث ولا اربع ايام اللي راح يكون. احنا مع الفريق هذا بقات لنا اليوم حصة اليوم والحصة تاع غدا. نظن بلي اللاعبين طلبنا منهم باش يركزوا، لان المدرب يروح ولكن اللاعبين دائما يبقوا في الفريق، وان شاء الله تكون الهمه تاعهم وتكون نتيجه ايجابيه في المقابله الجايه ان شاء الله. هذه والله شوف انا عجبتني واحد المقوله قالها في واحد صحفي سالوه، قال له روابح وقيل ظلمت، قال لهم لا والله ما ظلمت ولكن المشروع تاعي هو اللي ظلم. نظن بلي هذا هو، ما كاينش توفيق، هذه هي حياه المدرب، ونتمنى التوفيق للفريق التعاون وان شاء الله الجمهور تاعو يجوا يازروه. شكرا. دكتور، طاقم برتغالي جديد للتعاون بدلا من توفيق روابح. شوف احنا هذه مشكلتنا دائما، كل سنه يعني نحط الشماعه دائما هو المدرب، اول شيء الحكم ثم بعدين اذا انتهينا من الحكم بدانا في المدرب. ويمكن الخطوه اللي اقدم عليها نادي التعاون اقدم عليها اكثر من واحد، يعني يمكن الحين شفنا قبل بعد ثلاث جولات نجران راح اربعه الحين ويلحقهم بعد، يمكن قبل ما ننتهي من الدور الاول يمكن يروح النص الموجودين. فيمكن انا اعتقد التعاون يمكن خطا خطوه ممتازه جدا بالتعاقد مع جوزيه، لان المدرسه البرتغاليه الان من المدارس الممتازه، يعني خصوصا تعرف على بالذات في الجانب التدريبي. يعني مورين هو الان عندنا في الشباب ايضا، جو مورايس ايضا ممتاز جدا، فانا اعتقد انها خطوه موفقه. ولكن ترى عندي مقترح للبرنامج اذا قبل ما ننتهي. لا خله في النهاية. اي طيب بخليه. طيب برنامج جديد ان شاء الله سيولد على شاشة القناة الرياضية الأولى باسم على البال أو على البال مع عبد العزيز الحميد. هذا البرنامج يهتم بالأندية البعيدة جدا جدا عن الإعلام، يقدم لمحة تعريفية وتاريخية عن هذا النادي. سيبدأ إن شاء الله أو سيعرض بعد هذا البرنامج مباشرة بعد برنامج الملعب، نشاهد لمحة من الحلقة الأولى كانت مع نادي المحمل من ثادك. محافظة ثادق. محافظة ثادق تضم مجموعة من المراكز، تسع مراكز، وسمي نادي المحمل بهذا الاسم أساس يشيل اسم المنطقة، وهو يخدم المنطقة والمراكز اللي فيها. كان اسم النادي أخوي عبد العزيز نادي ثادق التعاوني قبل اسم نادي المحمل. اسم نادي المحمل هذا حديث من عام 1396، إنما النادي الحقيقي تأسس في عام 1387 هجرية، وكان يرأسه الشيخ عبد الله بن علي الجبالي
أسأل الله له الصحة والعافية. خطاب رسمي بالموافقة على أن يلعب فريق نادي النصر السعودي مع فريق مشكل من نادي المحمل ومن أندية تصدير كلها. أول مقر للنادي بداية تأسيسه كان في حي الرميلة، كان بيت طيني جدا متواضع جدا. بعد ذلك انتقل إلى مسلح، بيت مسلح فيلا صغيرة في المخطط، في المخطط الغربي. بعد ذلك انتقل كما ترى الآن هنا في هذا المكان. وبرز عندنا لاعبين صراحة كثر قدماء، أمثال عبد الرحمن الصبيح، الدكتور عبد العزيز الخالد الآن لي الآن يدرب في مدرب للاحتياجات الخاصة، الموسى الملقب بصليح، اللاعب سعد الخالد لاعب كرة اليد المخضرم، محمد الشيبان، عبد الله بن عبد العزيز الحميد كان لاعب تنس أرضي عندنا وانتقل لنادي الهلال. والله لعبت الدوري كله في درجة الفريق الأول، آخر شيء أعطوني تقريبا 150 ريال. أذكر مكافأة جاني 1000 ريال في سنة واحدة كرة يد، بس هذه كانت ثلاث درجات، ألعب ناشئين ولعب درجة شباب ودرجة أولى في والله شعورنا يا أخي فرح جدا بأن يكون عندنا نادي أو في منطقتنا نادي، لأن أنت عارف منطقتنا فيها 11 طبعا مركز تابع لنا، الشباب كلهم اللي في رغبة واللي في الرويضة واللي في الحسي واللي في شو اسمه البير والمشاش والصفرات كلها، يعني نحن فرحنا فرح إنه على أساس إن إحنا نلم شمل المنطقة. والله كانت عام 96 أتذكرها، كانت في كرة القدم، أعتقد إن إحنا انهزمنا 8-0 أو مدري 10-0، والله ماني متذكر الشيء هذا، لكن هي كانت عام 96. مع مين؟ والله أظنها مع النجد، أو أتذكر مع نجد. الألوان كانت اللي هو كان اللون الأول كان برتقالي وأزرق، ثم تغير إلى أخضر وأصفر. طبعا المنشأة لحقت عليها متأخر، يعني ما لعبت فيها يمكن تقريبا 4 شهور أو 8 شهور بعدها انقطعت عن الكورة. يعني نطلع في سيارة واحدة، تخيل الفطور، يعني الغداء بسكوت اللي هو بالتمر مع لبن، ونجي المباراة نلعب في اليوم 3 مباريات في اليوم، تخيل يعني من الساعة 2:30 إلى الساعة 6 كانت تصفيات. تخيل يعني الواحد يضرب من الرياض، يعني لا كان الخطوط ما حدا زي الآن، يعني كانت تمر مراحل صعبة لين توصل المباراة يعني. بس رغم كذا الحمد لله يعني نطلع نتائج طيبة. يعني ما كان في وسيلة نقل، بل أي واحد مع سيارة يركب العدد مع 5-6 وبعدين نروح نحضر ونلعب ونرجع في آخر الليل، ومن بكرة دوام. يعني كان في مشقة، يعني ما كان في وسائل زيها الحين. سيعرض إن شاء الله هذا البرنامج بعد برنامج الملعب مباشرة. أنوه فقط في برنامج صوتك صورة، كانت المنافسة بين عوض القحطاني وأحمد الشهري وعبد الله العبد الهادي، التصويت ذهب للفائز عبد الله العبد الهادي، ألف مبروك، كسب الحضور مع النجوم إن شاء الله في برنامج صوتك صورة، سيتم التواصل معك بإذن الله. دكتور فهد القريني الإعلام الرياضي، ألف شكر لك. ألف شكر، خلاص مقترح يأجل بعدين. لا بالعكس، بتقول أقله. لا خلاص، أنا وصلت الرسالة اللي كنت أتوصله. لا عشان ما يقولون بدر قال لك لا تقول، عادي قله. لا أنا كنت يعني أتمنى مثلا البرنامج يعطيه مساحة أوسع للقضايا اللي تهم الشارع الرياضي، يعطيه مساحة أوسع في النقاش وفي الحوار، وتترك الأشياء الثانية كأخبار، يعني ممكن تحط كأخبار سريعة، وبالتالي أنا أعتقد هذا ممكن يزيد من شعبية البرنامج، لأن الناس تبحث عن الأشياء اللي فعلا يعني عليها الآن جدل وعليها إثارة وعليها، فهذا يعني مجرد مقترح، ما عاد أنت راجع لك أنت والأخوان في الإعداد. مثل كما ترى ان لجنه الحكام مخطئه، هناك من يراها صائبه يعني. لا انا راها صائبه، انا ما قلت إيه كما ترى انها صائبه. اي انت تقول انك تراها مخطئه، انا اقول انها صائبه. انا اقول السنه هذه تؤدي عمل كويس.
بالتالي اوكي مقترحك ممتاز، لكن ممكن طيب على طاقم العمل نشوف شيء ثاني. الله يبارك فيك، شكرا. شكرا لك الخبير الرياضي من جدة طارق كيال، ألف شكر لك. شكرا لأخوي بدر، وشكرا لأخي فهد، وشكرا للمشاهدين اللي استحملونا شوية. شكرا لك. في الختام لكم تحية طاقم العمل من فنيين وإعداد، نلقاكم غدا إن شاء الله في أمان الله. مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم عبر القنوات السعودية الرياضية في تغطية مستمرة دائما معكم لأبرز الأحداث وتغطية لجميع الأندية السعودية. هذا اليوم نتواصل معكم من محافظة ثادق والمحمل، هذه المحافظة الذي يتواجد لديها نادي وهو نادي المحمل يلعب في دوري المناطق. سوف نكون ونسلط الضوء على هذا النادي عن قرب وتاريخه منذ تأسيسه. ثادق والمحمل هي محافظة تقع في الجزء الشمالي الغربي من منطقة الرياض وتتبعها إداريا، وتبلغ مساحتها أكثر من 5000 كيلو متر تقريبا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 17000 نسمة في آخر إحصائية. ومن على بعد نحو 140 كيلو من العاصمة الرياض تقع هذه المحافظة، والتي تتميز بالمعالم والآثار التاريخية القديمة، ومن أهم معالمها وادي عبيثران والمرقب وجبل قارة عمار وخشم الحصان، ويوجد بها العديد من الآثار القديمة وبواباتها الرئيسية وأبراج المراقبة قديما. ويتبع لهذه المحافظة ثادق عدة مراكز، أهمها الرغبة والبير والدبيجة ورويضة السهول ومشاش والخاتلة ورويغب وصفرات والبويردة والحسي. نادي المحمل يقع في محافظة ثادق. محافظة ثادق تضم مجموعة من المراكز، 9 مراكز، وسمي نادي المحمل بهذا الاسم أساس يشيل اسم المنطقة، وهو يخدم المنطقة بالمراكز اللي فيها. عندنا الآن 6 ألعاب فيها القدم والتنس الأرضي والطاولة والطائرة واليد وألعاب القوى. يتميز في القدم وفي الطائرة واليد، هذه متميزين فيها وحققنا فيها عدة بطولات. أحد أعضاء نادي المحمل محافظة ثادق، وكنت من المؤسسين الأساسيين للنادي.